كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا معايا جبت لكم الكنافه مالحه، كتكون بحشوه لذيذه، الكفته والفرماج. غادي نحتاجوا الكنافه اللي هي هذه، انا خديت هذه، راه فيها انواع وانواع وانواع. هذه هي الكنافه. باش غادي ندهنوا الكنافه، عندي هنا 150 غرام ديال الزبده، انا ذوبتها، وغادي نضيف لها نص كاس ديال الزيت. هادو باش غادي ندهنوا الكنافه ديالنا. الحشو كنحتاجو هنا تقريبا عندي نص كيلو ديال الكفته، عندي واحد البصله كبيره انايا شلطتها هكا، 100 غرام ديال الموتزاريلا محكوكه، اولا كتاخذوا غير ديك الموتزاريلا كتكون مكوره او اللي كتكون طويله وكتحكوها، فروماج احمر محكوك او اي نوع ديال الفروماج. عندنا 200 غرام ديال الفروماج ديال الدهن، فيلادلفيا ولا اي نوع، بحال المغرب تقدروا ديروا جبلي. معلقه كبيره ديال الزبده. كنحتاجو للزيت، العطريه، عندنا الملحه، البزار ولا التحميره، وشويه نتاع القزبر المعدنوس، انا نسيت ما خرجتهمش من الكونجيلاتور. هنايا فواحد الكاسرونه، فواحد المقله عفوا، درتها كتسخن، كنديرو هذيك معلقه كبيره ديال الزبده، كنزيد معها شويه ديال الزيت، جوج معالق او ثلاثه، صافي نسمع لها الزبده غير تذوب شويه. بيض غادي نضيف لها البصله، نضيف شويه ديال الملحه، صافي، وكنخلي هادشي يتشحر مزيان. هنايا بعد ما تشحرت البصله مزيان، غادي نضيفو الكفته ديالنا، نضيفو العطريه، نضيفو التحميره، هنايا ضفت القزبر المعدنوس، صافي، وكنخلي الكل يتشحر مزيان. بعد ما تشحرت الكفته ديالنا، كنضيفو الفرماج المحكوك، الموتزاريلا، وكنضيفو هذاك الفرماج ديال الدهن، كما قلت لكم ديروا اي نوع نتوما بغيتو. صافي، غادي نخلط الكل مزيان مزيان، وغادي نخليها على جنب حتى تبرد. من الاحسن نخليوها تبرد مزيان، ما نديروهاش وهي سخونه، خليوها تبرد على خاطرها. الكنافه ديالنا كنشدوها كنقطعوها غير بيدينا، يعني ما كانلاش نستعملوا المقص او السكين، غير هكا بيدينا كنبقاو نقطعوا فيها حتى كتقطع، انا راه بسهوله كتقطع. ملي نبغيو نخدموا بها كنجبدوها واحد ربع ساعه قبل من الثلاجه، باش ما كتبقاش هكذا قاصحه وواقفه. صافي، هنايا كنضيف لها شويه ديال الملح، كنضيف التحميره كتعطيها اللون. صافي، كنخلط، من بعد غادي نبقى نضيف في هذيك الزبده ديالي، وانايا كنخلط مزيان مزيان حتى كتشرب هذيك الكنافه كامله بهذيك الزبده اللي غادي نضيفوا لها كما غتشوفوا معايا. كنديو واحد المول اللي غادي نديرو فيه الكنافه ديالنا، كنفرشو الكنافه، ما كانلاش ندهنوه، كنفرشو نص ديال الكميه ديال الكنافه في الاسفل، وكنضغطو عليها بيدينا او بشي معلقه باش كتاخد الشكل ديال هذاك المول اللي حنا غادي نديرو فيه الكنافه ديالنا كما كتشوفوا معايا. وكنحاولوا نطلعوا في الجوانب غير شويه، ماشي بزاف، باش ملي نديروا الحشو ديالنا ما كيخرجش منه ومنا وكيتحرق. هنايا غادي نضيف الحشو ديالي كما كتشوفوا معايا، وغادي نمشيه كامل على الكنافه اللي درناها الطبقه الاولى، من بعد غادي نرجع نغطي بالطبقه الثانيه ديال الكنافه. الفران شعلي عليه على 180 درجه،
كندخلوا الكنافه ديالنا للفران حتى كتحمر وتطيب، راها ما كتاخذش الوقت بزاف لحقاش عندنا كلشي طايب، كتبقى لنا غير ديك الكنافه كتدي داك عفوا اللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكنافه ديالنا كما كتشوفوا معايا. انا زينتها بشويه ديال الفرماج والتحميره، القزبر مقطع. نتمنى ان شاء الله الوصفه اللي حضرت معكم تعجبكم وتجربوها. ومبروك العواشر، ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد. مع السلامه.